ما نحن حاليا متواجدين في اكبر مطعم للشيف التركي المشهور الشيف نصرات. طبعا هذا المطعم في منطقة في اسطنبول في منطقة جراند بازار. هاي تمثال للشيف التركي نصرات، وهي المطعم من الداخل مثل ما انتم شايفين. مطعم كثير حلو، فيه قعدات حلوة، فيه كثير من الاجانب والعرب. طبعا المطعم فيه حلويات واكل، توفر فيه كل شيء. انتم ما شايفين هاي الصورة الشيف تركي نصرات. هاي المطعم هي العدة تابعة للشيف نصرات مثل ما انتم شايفين. وين قصدي؟ يعتبر هذا المطعم من اكبر المطاعم في اسطنبول. الشيف التركي مشهور عالميا. مطعم اثري كثير حلو. طبعا هذا المطعم صاير مثل خان جوات المطعم مثل ما انتم شايفين. في عدد كبير من المحلات